افتتح في قضاء شرقاط آخر مركز لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في صلاح الدين، حيث بدأ العمل بتحويل العمل من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وذلك لتجاوز الأخطاء التي تحدث في النظام القديم من جهة، وتسهيل إجراءات مراجعة المواطنين بما يضمن الدقة والسلامة في إنجاز المعاملات. اليوم نحتفل بافتتاح آخر دائرة للبطاقة الوطنية في محافظة صلاح الدين، هي دائرة أحوال دائرة البطاقة الوطنية في الشرقاط اللي حولت نظام، وهي الدائرة 16 وآخر دائرة في محافظة صلاح الدين، وحولت العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لمعالجة الأخطاء التي كانت في النظام الورقي بصورة إلكترونية، وهذا النظام معتمد في داخل وخارج العراق، سواء في سفاراتنا خارج العراق أو في جميع دوائر ومؤسسات الدولة العراقية. على بركة الله تم افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في قضاء الشرقاط، والدائرة 16 هي والأخيرة في محافظة صلاح الدين، وخلال فترة سنة وثلاث أشهر فتحنا 16 دائرة وطنية في محافظة صلاح الدين طبعا، وأول محافظة في العراق احنا اللي كملنا الإنجاز هذا في فترة وجيزة من الوقت يعني. نعم، بالنسبة لمشروع البطاقة الوطنية سوف يبعد عن الاشتباه اللي موجود عندنا في الجهات الأمنية، وعندنا حالات مثلا سابقة في تصير مثلا إشكالات بالسجلات عندنا هم ينتقضي عليها، هذا قاعد نعالجها الدوائر الموجودة اللي عندنا. اليوم حقيقة حضرنا إلى هذا المكان وتفاجأنا بهذا الإنجاز العظيم. هذا المكان هو طبعا لجنسية الشرقاط، واليوم شرعوا مديرية جنسية صلاح الدين والشرقاط، وهذه الجهود الكبيرة اللي بذلوها شرعوا في موضوع البطاقة الوطنية اللي حقيقة صار لنا أكثر من 15 سنة ننتظرها، لأنه اليوم العمل بالبطاقة الوطنية هو حالة إيجابية ويوفر على المواطن استصحاب المستمسكات، دائما يستصحب المستمسكات الأربعة معاه في كافة الدوائر، واليوم نقدر نقول بدأنا ببداية النهاية لموضوع المستمسكات الأربعة، وكل مواطن راح يحصل على هذه البطاقة الموحدة أسوة من باقي الدول العالمية اللي موجودة المجاورة والعالمية. كل شخص عند البطاقة هي البطاقة الوطنية تعوض حتى في بعض البلدان عن جواز سفر. هذا اليوم افتتحت دائرة البطاقة الوطنية الموحدة في قضاء الشرقاط، وذلك برعاية السيد وزير الداخلية المحترم وبتوجيه مباشر من قبل اللواء الحقوقي نشأة الخفاجي المحترم، وأيضا بتوجيه مباشر من قبل سيدي عقيد الحقوقي هشام عبد الكريم العزاوي المحترم مدير الأحوال المدنية وجوازات الإقامة صلاح الدين، وبجهود استثنائية من قبل كادر دائرة الأحوال المدنية البطاقة الوطنية في الشرقاط تم افتتاح هذا الصرح العظيم، وهذا نقول يعني نبارك لأبناء الشرقاط الكرام افتتاح هذا الصرح الكبير. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تم افتتاح البطاقة الوطنية الموحدة في قضاء الشرقاط، القضاء اللي يتكون نفوسه أكثر من 20,000 نسمة. هناك بعض العقبات اللي تم نقاشها مع السادة المسؤولين عن البطاقة الموحدة، وتم إنجاز العمل بشكل جيد الحمد لله. بعض العقبات اللي تحيل دون إكمال المعاملات وإكمال البطاقة الموحدة للمواطنين،